فاكر المنتخب السعودي اللي عمل مونديال عالمي والوحيد اللي كسب الارجنتين بطلة المونديال؟ طيب شفت المنتخب السعودي اللي كان وحش في آسيا وبيحط على الكل وقادر يقف قصاد اقوى المنتخبات ويقدم كرة حلوة؟ فبركل كل ده بقى لان المنتخب السعودي ده هو ما بقاش شايف قدامه ورايح في 60 داهية، ده غير انه بيخسر من اللي ليه في الكرة واللي ملوش فيها. فليه السعودية وقعت؟ ومين هم المدربين اللي يقدروا يدربوا الاخضر السعودي؟ كوباية الشاي الحلوة التمام وتعالى نشوف. مانشيني، تخيل تجيب مدرب ب21 مليون استرليني في السنة، وده رقم ما حصلش قبل كده في المنطقة كلها وما بيحصلش اصلا مع اي منتخب في العالم، ورغم كده ما يقدم لكش اي حاجة تذكر، لا مشروع كروي ولا خطة ادارية ولا طريقة لعب مناسبة ولا حتى حافظ على المنتخب اللي هو استلم. مانشيني لما جه قال لهم انا هعمل منتخب جديد تماما وهركن الكبار دول وهلعب بلاعيبة شباب، وفعلا استبعد عناصر خبرة في المنتخب زي سلمان الفرج وياسر الشهراني وسلطان الغانم، ده غير انه حط صالح الشهري على الدكة. التغيير مطلوب طالما قادر تغير، محدش قال حاجة، ولكن الناس دي لازم هي اللي تسلم الراية للجيل اللي جاي وتنقل خبرته، مش يتركنوا على الرف. العناد، اللي عارف تاريخ مانشيني عارف انه مدرب عنيد، صعب يعترف بغلطه او يحاول حتى يغيره سواء غلط اداري او حتى فني. يعني لحد دلوقتي هو مصر ان سالم الدوسري مثلا يلعب رقم 10 وده مش مركزه يا عم، وابداعه كله على الطرف، ده غير اصراره على اسماء بعينها ما قدمتش ما يفيد احقيتها للمركز الاساسي ده. ورغم صيحات الجماهير ومحاوله الاداره التدخل لتصحيح الوضع، الا ان مانشيني فضل مصمم على طريقته واسلوبه، وفي النهايه بقى كان السقوط الفني المريع اللي حصل. الدوري السعودي اقوى دوري في المنطقه هو سبب هبوط مستوى المنتخب، الفرق بقى كلها محترفين، وفين وفين لما تلاقي لاعب سعودي اساسي في فريقه، وده تسبب في ندره المواهب وندره الاسماء اللي تليق بالمنتخب. اقوى فرق السعوديه بقى تشكيلها في لاعب ولا اتنين بس سعوديين، طب عايز تعمل منتخب ازاي؟ طيب الغرور، عمرك شفت مدرب ما بيركبش الباص مع اللعيبه سواء بعد التدريبات او في الماتشات؟ هل يجرؤ لو كان في اوروبا يعمل كده مع اي فريق حتى لو كان متوسط؟ الحقيقه لا يا صديقي، وتحس ان في حاله تعالي كده من مانشيني على الكره السعوديه، وانه كده كتر خير يعني انه وافي يدرب المنتخب السعودي يعني، او جاي موظف ياخد القرشين ويطلع على المعاش وخلاص. والحقيقه بقى ان الغرور وصل مدى معاه لما اشتبك مع جماهير السعوديه وتبادل الشتايم معاهم في وقعه تمثل نقطه سودة في تاريخه وتقطع اخر شك انه هيقال في القريب العاجل. ومن هنا تبدا مرحله ما بعد مانشيني، والسؤال المهم هو مين اللي ممكن يجي بداله؟ هيرفي رينارد، خيار منطقي صح؟ لما مدرب يعمل معاك كل حاجة ممكنة ويكون سبب في نجاح منظومة كاملة وتلميع اسم الاتحاد السعودي في المحافل الكبيرة ويحط نظام وقواعد وتجرب بعده وتفشل، يبقى الطبيعي انه يرجع تاني ولا ايه؟ ما هو لا هو عيب ولا هيتقال رجعوا في كلامهم، لانك وسط تصفيات صعبة لكاس العالم ومحتاج حد عارف النظام كويس ويخش يدور على طول، مش لسه هياخد وقت على ما يفهم البلد ويحفظ اللعيبة وياخد على الأجواء، لا خالص. ده رينارد صاحب تجربة، وتجربة تعتبر ناجحة جدا كمان، وحاليا متفرغ اهو، يعني رجوعه سهل جدا وبراتب اكيد اقل بكتير من مانشيني. ده الحسين عموتة، في بطولة اسيا اللي فاتت كان في منتخب واحد عامل قلق وهو منتخب الاردن اللي عاش شعبها حلم جميل طول البطولة وقدموا اداء يرفع الراس صحيح بامكانيات اقل من منتخبات كتير اوي حواليه، والشغل ده كان وراه مدرب مغربي عقر بصراحة قادر ينقل قدرات لعيبته جماعيا لحته تانيه خالص، ومش بس كده ده قادر يعمل منظومه تحسسك ان كل لاعب فيهم مكان اوروبا مش بطوله اسيا، والمنظومه دي كلها انهارت مجرد مراحل، يعني القصه قصه مدرب بقى مش توفيق. حاليا عرض مادي قوي من السعوديه كفيل يغير وجهته ويخليه مدرب الاخضر الجديد، وبجد مع الامكانيات السعوديه يقدر يعمل شيء قوي جدا، ما هو مش لازم يكون عينه ملونه وشعر اصفر. موريسيو الساري، الموريسيو ده خالي شغل من فتره بعد تجربه منيله مع لاتسيو انتهت نهايه ماساويه، والحقيقه ان الساري ده يخليك محتار، هو مدرب ممتاز ولا مدرب عادي؟ وهل في حاجه اسمها الساري بول ولا ده كلام اوانطه
وأكل عيش. ما هو من تجربة عظيمة في نابولي لتجربة جيدة جدا في تشيلسي لتخبط بعد كده لحد ما وصل للقاع في لاتسيو، ودلوقتي هو في سن 65 وخالي شغل. طيب إيه اللي ممكن يوديه السعودية؟ أنا أقول أسلوب لعبه الجذاب، تعامله الهادي مع الإدارات، فكرة الكرة الإيطالية اللي مسيطرة على عقول كوادر الإدارة السعودية، كلها عوامل تخليك تقول ليه لأ. يمكن ماسيميليانو أليجري هو أكبر اسم متاح حاليا ينفع يتولى المهمة دي، والحقيقة هو مناسب ليها كمان برضه. سيبك من فكرة إن أليجري فشل مع يوفنتوس في التجربة الأخيرة لأنها مش مقياس كامل على مسيرته الناجحة في أكتر من محطة تانية، من أول بولونيا لحد يوفنتوس والميلان في النص. أليجري مدرب منظومة واسم كبير في عالم التدريب، وده شيء يعجب الإدارة السعودية بصراحة وتخليهم يفكروا فيه بجدية كمدرب للمرحلة منتخب السعود. فهل هو فعلا ينفع ولا ايه؟ سيرخيو كونسيساو، تعرف ايه هي اكتر مدرسة بتنفع في الدول العربية يا صديقي؟ صح، ايوه، المدرسة البرتغالية. ليه بقى؟ محدش عارف بصراحة، وده لغز محتاج لحل. والمؤكد ان كونسيساو اسم جذاب جدا لكذا سبب. اولا ان ليه تجربة ناجحة جدا في بورتو، ثانيا شغله كان معتمد على اكتشاف المواهب ومنح الفرص للشباب، وده شيء مطلوب في المنتخب السعودي اللي محتاج عملية احلال وتجديد كبيرة ونزول بمعدل الاعمار شويتين ثلاثة. ده غير ان هو ممتاز في التعامل مع الشباب بحكم ان كان مدرب بورتو منجم المواهب. ثالثا بقى، وركز في ثالثا دي، كونسيساو محتاج ينجح. ليه؟ لان نجح في بورتو لكنه محتاج نجاح اعلامي كبير برضه يضمن له فرصه تدريب كبيره في اوروبا، والاعلام عامه مركز مع اي حاجه ليها علاقه بالكره السعوديه. هتقول لي وهو في مدرب برضه عايز يفشل؟ الحقيقه اقول لك الحقيقه في مدرب مش فارقه معاه زي مانشيني كده، هو عارف ان مسيرته في التدريب خلاص حقق كل حاجه يقدر عليه، والقصه وصلت نهايتها وجاي يلم قرشين. وعلى فكره دي عقليه اغلب المدربين اللي راحوا السعوديه، محدش كان جاي فيه، كله كان جاي يستفيد وبس. الحقيقة صديقي ان وضع المنتخب السعودي صعب جدا، محتاج مدرب قادر يبني جيل جديد ويكون منتخب سعودي ماسك نفسه. فالسؤال بقى، مين من دول شايفه الانسب للمهمة دي؟ انا سألتك ومستنيك تجاوب عليا في الكومنتات، مستنيك كمان تعمل لايك وسبسكرايب وشير علشان يوصلك كل جديد. سلام يا صديقي.